اللي بروح ننزلها ويدوهم اللبن اللي هم عايزين. طب انت في حد تعرفه قريبك او كده جربها؟ لا لسه ما حدش جربها يعني. بس انت مصدق الموضوع يعني؟ مصدق ان الناس اللي بتيجي كلها بتقول ان هي خافت من عليه. طب ايه الامراض بس الناس اللي ايه الامراض اللي خافوا منها؟ هو لما يقولوا اللي عنده مثلا فيروس وده وده كله امراض كتير مش فيروس بس يعني. امراض كتير مش فيروس بس. ايوه ده شيفه ولا بتاع لسه مفيش تحليل يعني؟ مش حد عمل تحليل؟ لا مجرد كلام بس. بس طبعا الناس كل اللي جايه مروع على طول على الولد يعني على محمد. محمد جسم من فطريات فطريات الجسم دي، فجبنا اللبن يعني بتاع قلنا نجرب جبناه شرب يعني منه، لقينا كل ما يروح جسمه كان يعني عاطف محمد كله احمد كله الصدفية. فخد بعد يعني هو شربه راق عليه، قلنا خلاص خد الجرعة قد ايه؟ الجرعة يعني قليل مش كتار بس. فشرب منها لقيناها تاني يوم لقينا جسمي عطب بيض بس تبلع دي برق عليه. نجيب دور تاني جبنا برضه دور تاني لقينا جسمه كله ما فيش، قلنا طب خلاص ابتدى عدي يطلع له زي حبوب صغنن صغيرة. في مزة في ناس كان عندها فيروس وخدت جرعة من اللبن ده وعدوا رب الحمد لله ربنا مزة. كان الفواحد عندي حوالي 500 او 600 نسبة يعني، فخدت من اللبن ده بالنسبة للنسبة. تعرف الحاجة دي شخصية؟ ايوه عارف. طب هم عملوا تحاليل قبل ال ايوه قبل اللبن مرة عملوا تحاليل. طب كانوا بياخدوا ادويه مع وهم بيشربوا اللبن مع بعد العمليه زياده عم تيجي في الشباب اللي هو البكاره اللي لسه ما عشرتش، دي نسبه هرمونات زياده بتؤدي الى ايه؟ الى نسبه يعني زياده في الهرمونات بتاع اللبن. ما فيش حاجه اسمها يعني دي النسبه دي نسبه هرمونات بس فتره وبعدين ترجع تاني. كان عنده معانا واحد اسمه عبد جواد عبد النعيم قال لك خدت 3 جرعات ما عملتش اي حاجه وحاليا جاب علاج لسه من التامين الصحي النهارده للفيروس بالذات. النهارده جاب علاج من التامين الصحي وخد منها 3 جرعات. هم الناس مش عاملين انها عم تشفي ولا هم غير عم تشفي ولا عم تضر. هي ولا ما تضر، هو اللي عم يجي عم يدي عندي الزبادي يعني ولا بيع ولا شيء دول لله. انت شايف ان الموضوع ممكن يكون نفسي شويه، ان بيعتمد على في حاجه اسمها العلاج الوهمي، ان هو معتمد على نفسيا حاسس ان هو ممكن لو خد نفسيا برضه عم حاطط امل انه في شويه اللبن دول فنفسيا ربنا خد بيده والله. وممكن واحد يكون برضه عم يقول يا رب فربنا عم يشفي عم يجي على اضعف سبب.